الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وافتح علينا يا إلهنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي العالي القدر الرفيع الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. واجزه عنا اللهم خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجمعنا بمعيته، واجعلنا اللهم من المشمولين بأنظاره برحمتك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة في الله الأحبة في سيدنا رسول الله، نتابع معا هذه الدروس التي عزمنا على تسجيلها نشرا للعلم وابتغاء لوجه الله تبارك وتعالى، راجين الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولكم الأوقات المباركة لكي نفهم هذه المحاور الثلاثة من ديننا، وهي أسس الإسلام الأعظم الذي أكرمنا الله تعالى به، أعني به المحور الأول وهو الأساس الإيماني، ثم المحور الثاني وهو الفقه، ثم المحور الثالث وهو التزكية والعمل بهذا الدين. هذه ثلاث أصول أو أسس أو جوانب، من أخذ حظه منها فقد أخذ حظه من الدين وكان عند الله تعالى بمكان إن شاء الله. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الدروس فاتحة خير وبادرة خير لكل من سمعها وفقه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أمور دينه. أيها الإخوة، انتهينا من المقدمة، والآن نبدأ بمقدمة الناظم. انتهينا بمقدمة الشارح، الآن بمقدمة الناظم وبداية يعني شرح المختصر الذي شرحه الشيخ نوح عليه رحمة الله. قال الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلا الدين عن التوحيد. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلا الدين عن التوحيد. يبدأ المؤلفون المسلمون مؤلفاتهم بجملة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقرآن الكريم، فإن أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، حيث أمر عليه الصلاة والسلام أن نبدأ أمورنا المهمة بهذه الكلمة الطيبة، فقال صلوات الله عليه وسلامه: كل أمر ذي بال، أي مهم، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أبتر تعني ناقص قليل البركة. رواه أبو داود رحمه الله. بعض الناس وقد كثرت هذه الظاهرة أيها الإخوة يقولون بأن هذا الحديث ضعيف. نقول: نعم ضعيف، ولكنه في الترغيب والترهيب يعمل به، وخاصة وأن الضعف ليس ضعفا شديدا، وكثير من الأحاديث الضعيفة لها شروط، إن توافرت فيها الشروط وتلقتها الأمة بالقبول وهي تخدم الأصول المعتمدة في شرع الله فلا غبار على هذه المسألة أبدا. نقول هذا ابتداء حتى لا نسأل عن يعني حديث ورد في الدرجة العلمية يقال له ضعيف. هناك بعض الناس، نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم،
يعني ساووا بين الحديث الضعيف والموضوع، فينكرون على من يروي الضعيف كما ينكرون على من يروي الموضوع. واحتارت العامة في هذا، كيف هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ قال أهل العلم، يعني أهل الحديث عنه، حسب شروطهم ومقاييسهم ومعاييرهم ضعيف. هل يعني هذا أننا نتركه؟ أليس له أصل صحيح؟ إذن ليس كل ضعيف يترك كما يعني يفهم الناس من بعض الدعاة ومن بعض المدرسين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهج الاستقامة، لا نطيل، إنما هي لفتة. طيب، ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم عندما يعني ندرس، عندما نستمع، عندما نفعل الأمور؟ ماذا تعني؟ تعني هذه كأن صاحبها يقول: أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم، أستعين بالله الرحمن الرحيم، لا أنسى ربي عند هذا الأمر المهم الذي أشرع به. أي ما هذا معنى الذي أمر الله تعالى به عندما قال الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك، اقرأ مستعينا بربك لا بنفسك. هذا المعنى الذي نريد الوصول إليه. طبعا أنا أحب أن أنبه أيها الإخوة، لازلنا نحن في المقدمات، أنني لن ألتزم بقراءة كل ما كتب الشارح الشيخ نوح رحمه الله تعالى. قد أتجاوز أشياء أنتم اقرؤوها، الكتاب بين أيديكم، ولا يعني يشترط أن أقرأها جميعا، لأنني أحب الاختصار والتبسيط والتخفيف لننتهي إن شاء الله بأقرب وقت في هذه الجوهرة. باسمي، هذه كلها باسمي، بقي الرحمن الرحيم، هم أسماء، يعني هما أسماء، اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الرحمن هو الاسم الذي يتناسب مع الجلال الإلهي، فهو سبحانه وتعالى المنعم على من عصى وعلى من أطاع. وأما الرحيم فهو المنعم على من أطاع فقط، يعني الرحمن وكان بالمؤمنين رحيما، ما قال وكان بالمؤمنين رحمانا. الرحمن هو رحمن سبحانه وتعالى، يرحم الكافر ويرحم المؤمن. أما الرحيم فهذا الاسم خاص للمؤمنين. نعم. بعد البسملة يحمد المؤلفون المسلمون الله تعالى فيقولون: الحمد لله. وهذا أيضا اقتداء بالقرآن الكريم، حيث أول آية في القرآن هي ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. وأيضا امتثالا لحديث ورد في هذا المعنى، الحمد لله رب العالمين. ماذا يعني الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله تعالى بما يستحق من النعم الجليلة التي ينعم بها على خلقه سبحانه وتعالى. والحقيقة النعم التي نراها بحق أنفسنا وبحق غيرنا، مصدرها الأساسي من؟ هو الله. وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، هذا الثناء على الله ماذا يعني؟ ماذا نستفيد منه؟ طلب المزيد من النعم، واعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. وإذا يعني شعرنا بالاعتراف وبالشكر لله، جاءنا المزيد بفضل الله عز وجل. ثم بعد أن حمد الله عز وجل، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا سنة المؤلفين المسلمين، يصلون ويسلمون على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه
بحر العلوم، ولأنه باب الفضائل، ولأنه باب النعم الإلهية. فهو صلى الله عليه وسلم كل خير جاءنا بفضله صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا تعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما نقول يا ربي صل على سيدنا محمد، ماذا تعني هذه الصلاة؟ الصلاة من الله رحمة. الصلاة من الله ماذا؟ رحمة، يعني يا ربي ارحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الملائكة استغفار، عندما يقول الله تعالى يخبرنا أن الملائكة يصلون على المؤمنين، يعني يستغفرون لهم. والصلاة من العباد ومن عامة الناس تضرع ودعاء. نحن عندما ندعو، يعني ماذا نصلي؟ يعني ندعو الله سبحانه وتعالى. والسلام هو تحية الله لعباده الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه سلام. والسلام ماذا يعني؟ السلام هو الأمان من كل شر ومكروه. نسأل الله تعالى أن يؤمننا وإياكم. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد، على نبي جاء بالتوحيد. التوحيد أيها الإخوة هو شعار ديننا الإسلامي، بل شعار الأديان جميعا. فلا إله إلا الله هي لب الأديان، أساس الأديان. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد، لكن الذين ثبتوا على التوحيد واستقاموا على التوحيد هم أهل الإسلام، وهذه منة عظيمة. فأتباع سيدنا موسى مثلا جاء نبيهم عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، فماذا فعلوا؟ اتخذوا عزيرا ابن الله، كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله. وأتباع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء أيضا بالتوحيد، كل نبي جاء بالتوحيد، لكنهم حرفوا وزعموا بأن عيسى نبي الله، زعموا بأنه ابن الله. وهذا ما جعلهم والعياذ بالله تعالى بصف واحد مع المشركين والكفر من حيث الاعتقاد، لا من حيث المعاملة. نعم، إذن الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا بتوحيد الله، ولم يأتي أحد بغير هذه الكلمة المباركة العظيمة الجامعة. لكن الشرائع اختلفت، لكن الشرائع الإسلامية تختلف من دين إلى دين. نحن أهل الإسلام جعل الله لنا شرائع تختلف عن شرائع من سبقنا من اليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل: ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ثم قال الناظم رحمه الله: فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام؟ بدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم دعوته إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، يقيم الحجج والبراهين على صحة ما جاء به من عند خالقه سبحانه وتعالى. وكانت دعوته تتلخص بالتوحيد وترك عبادة الأصنام وغيرها مما سوى الله تعالى، وكذلك الدعوة إلى مكارم الأخلاق والمساواة بين الناس مهما كانت ألوانهم وقبائلهم وشعوبهم. ودعا أيضا إلى تحكيم شريعة الله في كل الشؤون،
فآمن به خيار الناس الذين تنفع فيهم الكلمة الطيبة والحجة والبرهان، وعارضه الذين يستفيدون من نظام الكفر وشريعة الجاهلية التي تقوم على الشرك بالله والتفرقة بين البشر والتحاكم إلى الطاغوت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وكل نبي هكذا جاءوا بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالرفق، بالرحمة، لكن المعارضين كانوا من قبل يتصدون للأنبياء والمرسلين ومن تبعهم، ولا يقوم النبي بماذا؟ بدحضهم وقتلهم ومجاهدتهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أذن له بهذا الذي لم يؤذن به من قبل إلا في حالات نادرة، ولذلك كان لا بد من الجهاد، فقاتل أنظمة الكفر صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة وأقام فيها دولة الإسلام. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الناس الدين بالسيف كما يدعي أعداء الإسلام، لا، الإسلام دعوة قامت، فمن أسلم وآمن ودخل واتبع وتابع المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذا هو المطلوب. أما الذي يعارض ولا يسمح لنا أن ندعو إلى الله، فهل ندعه وشأنه أم لا بد من مقاتلته؟ لا بد. فلذلك شرع الله تعالى القتال، لا من أجل محو الكفر كما يزعم البعض، بل من أجل محو العدوان على الإسلام. فرق أيها الإخوة، فرق أم لا؟ فرق كبير. هناك كفر، الكفر قائم من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من سيدنا آدم ومن بعده ومن بعده إلى الآن. هل الجهاد شرع من أجل محو الكفرة واستئصالهم، أم من أجل محو العدوان على الإسلام والمسلمين وصد العدوان على الإسلام والمسلمين؟ الحقيقة جاء من أجل ماذا؟ من أجل صد العدوان، وليس من أجل فرض الإيمان على قلوب الناس. فالإيمان لا يدخل أيها الإخوة إلى قلوب الناس بالسيف، إنما يدخل بالقناعة والحوار. وإنما الذين يعارضون ماذا نفعل معهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بحث طويل، لكننا نشير إشارات. ثم قال الناظم رحمه الله: محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه صلى الله عليه وسلم. بعث الله سبحانه وتعالى إلى الناس رسلا كثيرين في عصور متعاقبة وأماكن متعددة، وكانت رسالاتهم خاصة بأقوامهم وما يناسب أحوالهم. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة، كل شعب من الشعوب السابقة، الله سبحانه وتعالى حتى يقيم الحجة عليهم أرسل لهم نذيرا ينذرهم. وأما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله إلى الناس كافة، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو صلى الله عليه وسلم الخاتم للأنبياء، ورسالته أي دينه الخاتم للرسالات. نعم. وهذا ما صرح به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: بعثت أنا والساعة كهاتين. فهو عليه الصلاة والسلام العاقب، لماذا؟ لأنه جاء عقب جميع الأنبياء أي بعدهم، ولأن الناس يحشرون يوم القيامة عقب بعثته بمدة قريبة بالنسبة لما مضى من القرون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم من 1441 سنة إلى الآن.
إلى أن تقوم الساعة، المدة يسيرة بالنسبة لما مضى من قبله من الأزمان. فهو العاقب، لأنه سيعقب بعده ماذا؟ قيام الساعة وحوادثها. وهو العاقب لأنه جاء، لم يأتي بعده نبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء بعد الأنبياء جميعا. هذا معنى كلمة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، العاقب صلى الله عليه وسلم. من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله؟ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وكل مؤمن من أقاربه، وهذا يشمل ذرية هاشم والمطلب بني عبد المناف. وهاشم هو أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، والمطلب أخو هاشم. ولذا حرمت الصدقة على بني هاشم وبني المطلب تشريفا لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على آله إذا صلينا عليه. فقد سأل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخره. وهذه الصلاة الإبراهيمية المعروفة عند جميع المسلمين. من هم الصحابة وآله وصحبه؟ الصحابة الكرام هم الذين التقوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، لم يرتدوا ولم يغيروا ولم يبدلوا. وهذا التعريف الصحابي عند المحدثين، فكل من لقيه في حياته مؤمنا به ومات على الإيمان فهو صحابي، نال شرف الصحبة، وهو ثقة عدل فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن مجرد الإيمان واللقي مع النبي صلى الله عليه وسلم شرف كبير، وتعطيه عدالة ليس بعدها عدالة. أما الأصوليون الذين قالوا إن قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع، فقالوا: لا بد مع ما ذكر في تعريف الصحابي أن تطول صحبته. هنا ينبه الشيخ رحمه الله، الشيخ نوح، على مذهب المالكية رحمه الله، الذين قالوا بأن الصحابة أقوالهم تشريع. كيف يكون تشريع؟ أي واحد يعني يكون قوله تشريع، أم لا بد من طول صحبته؟ قالوا: لا بد من طول صحبته، لأنه إذا قصرت الفترة التي التقى بها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يأخذ منه شيء لينقله لنا ويكون لنا حجة تشريعية. طبعا فضل الصحابة لا يخفى، ولذا نصلي عليهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافا بفضلهم، فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. وطبعا أحاديث الفضل لهؤلاء الصحابة كثيرة، نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. الله الله في أصحابي، في كما ورد في بعض الأخبار، يعني يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقدح أو نطعن أو نلمز بواحد منهم. وهذا والعياذ بالله اليوم أصبح والعياذ بالله آفة تدعى ويستدعى لها الإعلام، نعوذ بالله. وهذا من علامات قيام الساعة والعياذ بالله، من مخاطر هذه الفرقة الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون، وحمى الله أبناءنا وأبناء المسلمين من شرهم. من هم حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو قال المؤلف: وآله وصحبه وحزبه. وأما حزب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حزب الله، أي كل مؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم في أي زمان ومكان. نسأل الله تعالى أن يدخلنا في هذا الحزب، ونصلي عليهم تأسيا بقوله تعالى: وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
فالله تعالى يصلي على المؤمنين ونحن نصلي عليهم. طبعا أيها الإخوة، يعني أحب أن أبشركم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأتباع، ذكر هذا الذي يقوله الشيخ حزب الله، ذكره في أكثر من حديث. أبشركم فقط بهذا الحديث حتى يعني تأتيكم إن شاء الله البشريات والمعنويات من أول درس إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: من أعجب الناس إيمانا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة الكرام: من أعجب الناس إيمانا؟ فيقول له الصحب الكرام: الأنبياء، الملائكة المقربون. الملائكة المقربون، فيقولون: وما لهم لا يؤمنون وهم يعاينون القلم ويرون الأمور يعني أمامهم. فقالوا: إذن الأنبياء والمرسلون صلى الله عليهم جميعا. فقال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ويرون المعجزات. فقالوا: إذن نحن يا رسول الله. فقال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم أتلو عليكم الآيات وترون المعجزات. فقالوا: إذن من يا رسول الله؟ قال: أعجب الناس من أمتي إيمانا من يأتون من بعدي يقرؤون صحفا فيؤمنون بها ويعملون بما فيها. فهؤلاء أعجب لا أفضل، طبعا نقول هذا من باب البشرى لا أفضل. فنسأل الله يدخلنا في هؤلاء، يدخلنا في هؤلاء الذين هم حزب الله الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر بشر، قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إنما إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولا يروني، يؤمنون بي ولا يروني. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكتفي بهذا القدر. نحن وعدنا أن لا يتجاوز درسنا الواحد حصة واحدة أكثر من 30 دقيقة. أظن أن هذا الدرس يعني توافق على هذا المبدأ، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق للتمام، وأن يرزقنا وإياكم خالص المحبة له سبحانه وخالص المحبة له صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه الدروس إضاءات نورانية وجرعات إيمانية في قلوبنا وقلوب المؤمنين والمؤمنات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحقق لنا ولكم في سبيل ذلك الإخلاص لوجهه الكريم والصدق معه في كل وقت وحين. اللهم لا تفرقنا من هذا الدرس إلا بذنب مغفور، وتجارة لا تبور، وحظ من رضاك وهداك موفور. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وثبتنا على نهج الاستقامة، وأجرنا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.